عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. كيف الأحوال؟ إن شاء الله كويسة الحمد لله. معك ريان من السودان. أهلا بحضرتك. كنت حابة أسأل الدكتور عن حب الشباب. أنا هسا عمري 29 سنة ولسه بيطلع لي حب شباب في وشي. إيه الأسباب؟ أوكي. 29 سنة وفي حب شباب. حب شباب ده على طول واضح ان الاستاذه بتسال سؤال حساسه جدا. يعني ايه حساسه؟ يعني سهله انها تنجرح. يعني تعليقات بسيطه وتعبيرات بسيطه ممكن تحسسها، ممكن ترهقها نفسيا او تبقى موتره ليها جدا. فهي بسهوله جدا بيتقال لها كلام هي بتحس ان هو جارح ومؤلم. هو ده سبب حب الشباب، وملوش علاقه بالسن على فكره. هو له علاقه بالسن ان الشباب في السن الصغير اللي هو بعد البلوغ على طول بيبقوا حساسين جدا ناحيه التعليقات الخاصه بجسمهم، مشاعرهم الجنسيه والكلام ده. لكن عاده واحد ما بيكبر بيبقى هذه الحساسيه المفرطه بتقل. لكن استاذه واضح ان عندها حساسيه عاليه جدا، مش بالضروره نفس المعاني اللي بتبقى عند الشباب الصغير، لكن واضح انها بسهوله ان اي حد يقول لها كلام هي تاخده بشكل وكأنه إبرة بتوخذها. يعني فعندها حساسية عالية جدا ناحية الكلام بيتقال لها. طيب ما سبب وجود الدمامل في الذقن؟ طبعا هو في الذقن تفرق، بس الدمامل بالذات الدمامل اللي هي بتجيب، اما يقول دمل يعني يقصد ان هو التهاب بيخرج منه صديد، ده الدمل. الدمامل اللي على طول لها معنى الالتهاب، له معنى افتقاد، ان الجبهه كلها فيها افتقاد. طبعا المكان لو عندي التهاب في الذقن هنا في الحته دي يبقى فيها شويه لها علاقه بالقيمه والمكانه. دمل يبقى فيها لها هيبقى له علاقه بالاحساس بالضعف. هو ضعف في القيمه والمكانه. ضعف في القيمه والمكانه كده تبقى مربوطه صح. طيب هسال حضرتك كده كام سؤال على السريع كده. اسباب ظهور حبوب الوجه الحمراء المؤلمه، مش حب الشباب، وبرده في منطقه حبوب الوجه الحمراء المؤلمه افتقاد على طول. افتقاد ناس بوجههم وفي منطقه الدقن، افتقاد ناس بوجههم والدقن بالذات، ناس بوجههم وفي مشكله كرامه شويه في الموضوع، مشكله قيمه وكرامه في الموضوع.